عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم درس جديد، موديول ديال الميكرو ايكونومي سيمستر 1. اليوم غادي ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الكور، هذا جد مهم وغادي نفهموه لكم ان شاء الله مزيان. خصكم تركزوا معايا وتبعوا ان شاء الله. قبل ما نبدا، تابونا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا، بارطاجيو مع اصحابكم باش كتعم الفائده، واللي عنده شي تساؤل شي تعليق يكتب ليا في لي كومونتير ان شاء الله ونجاوبكم. دونك كيف كتعرفوا، بالنسبه للسيمستر 1 ديال ميكرو ايكونومي كاين عندنا يعني هاد الكور هذا كيجي بزاف ديال الطلبه، يعني ما كيشوفوش بانه يعني الماده اللي هي سهله. دونك انا غنخصص لكم هاد لي فيديو خاصين باش نشرح لكم مزيان هاد الكور هذا، وان شاء الله تجيبوا دي بون نوت. الطلبه اللي كيبغيو لي بي دي اف لي ريزومي اللي كندير لكم، ان شاء الله غادي نحط لكم لي كور بي دي اف، دايره لكم ريزومي باش نتوما تكتبوا هاد يعني لي كور تلقاوهم ويعني تبريباريو مزيان. اوكي، انا كنحاول ندير لو ماكسيموم باش ان شاء الله تستافدوا. اوكي، دونك غنشوفو كلكو ديفينيسيون اي غندخلو الكور اللي هو ديال الميكرو ايكونومي. دونك ليكونومي اي لا سيونس ايون بور اوبجيكتيف ليتود دو لا برودكسيون. اوكي، ليتود دو لا برودكسيون دو لا ريبارتيسيون اي دو لا كونسوماسيون دي بيان اي دي سيرفيس رار. La microéconomie est la science qui étudie le comportement économique d'unités individuelles ainsi que l'analyse des marchés, leur structure. Okay. La macroéconomie est la science qui traite le comportement d'agrégats économiques tels que le produit national brut, le revenu national, le revenu d'emploi, etc. Donc, كيف كتعرفوا ليكونومي عندها علاقة بين الميكرو ايكونومي والماكرو ايكونومي. هاد لي تخوا ديفينيسيون راهم كيعاونوا بزاف انك يعني تستافد من هاد الموديول، حيتاش هما عندهم علاقه مع بعضياتهم. يعني هي باش غتقدر تستافد مزيان من هاد الدرس وتفهمو مزيان. اولا الاقتصاد، يعني هو حل لا سيونس وحل العلم الدار باش كنعرفو داك لي زوبجيكتيف لي كي اتيدي ديك لا برودكسيون لا ريبارتيسيون الكونسوماسيون ديال لي بيان ودوك لي سيرفيس. يعني كنشوفو ليكونومي اون جينيرال، الاقتصاد عامة. اشنو كيكون فيه؟ كيكون فيه الانتاج، كيكون فيه الاستهلاك، كيكون فيه ديك لا ريبارتيسيون ديال لي بينيفيس، كيكون فيه داك الاستهلاك ديال دوك لي بيان و لي سيرفيس. يعني بزاف. ابار لا ميكرو ايكونومي شنو هي؟ سي اون سيونس، واحد العلم اللي هو دار كيدرس داك الكومبورتمون ايكونوميك individuel. يعني هاد لا ميكرو ايكونومي علاش دارت هاد لا ميكرو ايكونومي؟ انها كتدرس الكومبورتمون السلوك ديال السلوك الاقتصادي ديال الفرد. اوكي، وكت اناليزي كدير واحد التحليل ديال سوق الاقتصاديه، يعني اناليز دي مارشي لي لور ستركتور، كيفاش كتكون لا ستركتور ديال هاد لي مارشي هادو. اوكي،
لا ماكرو ايكونومي اشنا هي؟ هي واحد لا سيونس كي تريت كتعالج داك الكومبورتمون ديال لاغريغا ايكونوميك. هاد الكومبورتمون ديال لاغريغا ايكونوميك اشنا هو؟ برودوي ناسيونال بروت، روفوني ناسيونال، نيفو دومبلوا. يعني الماكرو ايكونومي كدير واحد الدراسة يعني عامة على الاقتصاد. داك لاغريغا ايكونوميك يعني غادي تشوفوا هادشي في الكونتابيليتي ناسيونال ان شاء الله في اس 5 سيمستر 5، وغادي تفهموا مزيان علاش كنهضر. دونك يعني كتهضر على واحد هذاك لا سيونس كي يتكلم لينا على الكومبورتمون ديال لاغريغا ايكونوميك. داك الاغريغا ايكونوميك لو برودوي ناسيونال بروت، داك البرودوي ناسيونال بروت هو التوتال اللي كيكون ديال الانتاجيه ديال فالور اجوتي ديال بلوزيور اونتربريز. فالور اجوتي ديال كل اونتربريز كيتجمع كيعطينا برودوي ناسيونال بروت. هذاك غادي تشوفوا الحساب ديالو ان شاء الله. الغوفوني ناسيونال، نيفو دومبلوا، بزاف كاينين ديال لي زاغريغا ايكونوميك ان شاء الله غادي تشوفوهم في الموديول ديال كونتابيليتي ناسيونال. لي كونسيبت دو باز دو لا سيونس ايكونوميك on a plusieurs: la rationalité، العقلانيه راه مهمه في هذا الكور ديال الميكرو ايكونومي، وغادي تفهموا علاش غنتكلموا على لا راسيوناليتي. لانديفيدواليزم ميثودولوجيك اكسبليكي ان فينومين ايكونوميك، ان فينومين ايكونوميك ا بارتير دو كومبورتمون انديفيدويل. لوتيليتي اللي هي المنفعه، capacité d'un bien à être utilisé. OK. Les goûts et les préférences. Les choix intertemporels, par exemple, les ménages choisissent comment utiliser leur épargne pour acheter et consommer un bien. La loi de l'offre et la demande, l'équilibre général, l'équilibre partiel. Donc, les concepts ديال le base ديال la science économique. هادشي كلشي غنحتاجوه في la microéconomique. OK. ندوزو دابا la théorie du comportement du consommateur. L'objectif du consommateur, c'est maximiser l'utilité d'un bien sous la contrainte budgétaire. Le consommateur est supposé être rationnel. OK? Donc, le consommateur ou le mustahlik. Ay واحد كيستهلك des biens et des services. OK? تبعوا معايا مزيان باش تفهموا la microéconomie ان شاء الله، وتاخذوا وتجيبوا دي بون نوت. OK ان شاء الله. Donc, هاد لوبجيكتيف ديال الكونسوماتور اشنا هو؟ كي ماكسيميزي، كي يدير لو ماكسيموم ديال لوتيليتي دان بيان سو لو كونترانت، لا كونترانت بيدجيتير. يعني باغ اكزومبل نعطيكم مثال، واحد شخص ياك عنده واحد البيدجي ديالو، ياك مثلا نقولو 20 درهم ولا 15 درهم، هو عنده واحد المنفعه، واحد لوتيليتي، بغا يدير لو ماكسيموم دوتيليتي ديال داك لو بيان. مثلا بغا يشري ان ساندويتش ولا يشري كافي، يعني هو فيه الجوع وكيشوف عنده واحد الكونترانت بودجيتا، يعني عنده واحد يعني الثمن اللي هو واش يشري به قهوه، يمشي الكافي يشري كافي، او لا يمشي ياكل. اوكي، هذا اكزامبل ديال هاد لوبجيكتيف دو كونسوماتور، يعني انه كي ماكسيميزي لوتيليتي ديال البيان ديالو مع داك الكونترانت بيدجيتير اللي عنده. اوكي، نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكزامبل اللي عطيته لكم. Donc, le consommateur est supposé être rationnel. Yani, le consommateur de Yémen
عقلاني. اوكي، كيشوف يعني الحاجة اللي هي فيها المنفعة ليه. اوكي، لي اكسيوم لي ريلاسيون دو بريفيرونس دو كونسوماتور. اكسيوم دو كومبليتود، كومباريزون. Il exprime que le consommateur est toujours capable de comparer entre deux paniers. Had le panier, hna kanatabrohom des biens. Ok, ce sont des biens. On a comme had l'exemple, si on a un panier A et B, soit A akbar men B, est supérieur à B, ou A est inférieur à B, ou A est égal à B. Yani had les trois تسد احتمالات كيديرهم كيدير الكونسوماتور هاد لا كومباريزون، عقلوا عليها وكتحط في الامتحانات. ابار اكسيوم دو ترانسيتيفيتي، شنو هي هاد لا ترانسيتيفيتي؟ اون بريسونس دو تخوا بانيي ا بي اي سي. تبعوا معايا مزيان، كنحاول انكم نخلي لكم تشوفوا الكور مزيان. اوكي، Donc, en présence de trois paniers A, B et C, ces axiomes signifient que si le panier A est préféré à B et que le panier B est préféré à C, alors le panier B sera préféré à C. Ok? Donc, si A est inférieur à B, et B inférieur à C, donc A est inférieur à C. Yani B kachim à B qui prend A inférieur à C. Ok. Axiome de réflexivité, pardon, en présence de deux paniers identiques. Yak had les paniers identiques A et B. Ok. Je vous fais l'exemple. Tani. Elle a deux paniers. A ou B. A عنده الvariable ديال X ou Y. Ou B عنده الvariable X ou Y. Identique. XA qui ساوي XB. Et YA qui ساوي YB. Ok. L'axiome de non-saturation. Aide la non-saturation en présence de deux paniers. A et B. Si la quantité des biens qui composent la combinaison du panier A sont plus importantes que celles qui composent le panier B, alors le panier A sera préféré au panier B. واش نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره. يعني كي يقول لك هنا هاد لا كونتيتي ديال البيان compose la combinaison du panier A sont plus importants que celui qui compose le panier B. Yani la quantité du panier A كبر من la quantité li kayna fi le panier B. Donc had le panier A sera préféré au panier B. Hadi la non saturation. Alors كتحط في الامتحانات يعني عطيتكم عطيتكم يعني تقريبا دابا شي 4 اكسيوم، باقي لو ديرني اكسيوم دو سوبستيتيابيليتي باردون. سيت اكسيوم امبليك كو دون لو كان دانسوفيزونس. تبعو معايا مزيان. سيت اكسيوم امبليك que dans le cas d'insuffisance d'un bien, le consommateur peut compenser cette insuffisance par un complément d'un autre bien. Notez comme un exemple. La fonction d'utilité, c'est la fonction d'al-manfa'a, UXI égale à FXI. Avec XI égale la quantité du bien consommé. UX
est supérieur à uy. Okay. Le bien x est préféré au bien y. Donc, l'utilité totale U d'un bien x est définie comme la satisfaction que l'individu retire de la consommation de ce bien. OK. U égale la fonction x. هاد U هي كتعادل هذاك المعادلة ديال x. OK. La satisfaction augmente au fur et à mesure de la quantité de ce bien. هاد la satisfaction فوقاش كتaugmente كتطلع ملي كيكون داك la quantité ها يعني تا هي كتطلع يعني على حساب داك لو فاريابل. اوكي دونك ك دام بيان اكس نعطيه ليكم هاد لو بيان اكس quantité consommée du bien x. Exemple. Maintenant, U égale à 3x. K de plusieurs biens. Maintenant, moi, elle est là. Diel. U, ketsewi. Ux, zaid. Uy, zaid. U. Uz, pardon. La fonction de la demande. Il y a la fonction de la demande. On va t'ajouter, inshallah, radindi li comme des autres exercices. On va te faire moi, inshallah, bien. Fait les autres exercices. On va te comme plusieurs exercices ou des QCM, inshallah. Radindi li comme la hissa li hi mohima fait le mohadala. حيتاش حنا نورمالمون حنا قريناها في الماتيماتيك يعني قريتوها وهاد المعادلة هذه هي باش غادي ان شاء الله تعرفوا داك الفاريابل ديال اكس و واي. اوكي هذا هو الهدف من هاد الكور هذا. اوكي دونك قلنا la satisfaction augmente au fur et à mesure de la quantité de ce bien. يعني هاد la satisfaction كتطلع ملي كتطلع la quantité ديال داك لو بيان x. OK. تاني حاجة le cas d'un bien x هي la quantité consommée du bien x. Par exemple, exemple ديال u كتساوي 3x. Ou là le هذاك le cas d'un seul bien. Amma, le cas de plusieurs biens, il y a donc la fonction de l'utilité. Ux, c'est bien boudo. Zaid, uy, bien boudo. Zaid, uz, c'est bien akhar. Yani, kulla, bien, wando, une fonction dielo. Ou had, le bien, le cas de plusieurs biens, kitma, la fonction de la demande. Ok? نكملوا التتمة. عندنا لوتيليتي مارجينال. هاد لوتيليتي راه غتحتاجوها في الكور وغتحتاجوها يعني باش تخرجوا لي زيكسيرسيس ديالكم وغتحط في لي زيكزامان. انا كنأكد ليكم. دونك عندنا لوتيليتي مارجينال اشنا هي كتعرف ب او ام. هاد او ام اشنا هي L'utilité marginale est la mesure de la satisfaction que procure la consommation d'une unité supplémentaire. Bien non parfaitement divisible, exemple, bicyclette, télévision, etc. UMX, donc le bien X, ketsawi, delta U, et là, delta X. Avec U égale utilité totale. OK. Le bien parfaitement divisible. Consommé en petite quantité. Exemple, le lait et le panier. UMX égale dérivé d'IL U. Et là, dérivé d'IL X. Avec U égale utilité totale.
دونك لوتيليتي المارجينال اشنا هي؟ لوتيليتي المارجينال هي لا ساتيسفاكسيون كي الميزور، يعني كتحسب ديك لا ساتيسفاكسيون كي بروكيور داك لا كونسوماسيون دون اونيتي سوبليمونتير، واحد الاستهلاك ديال واحد الوحده ديال داك لو بيان. اوكي، كاين لو بيان نون بارفيتمون ديفيزيبل ou qu'est le bien parfaitement divisible. Le bien non parfaitement divisible, ou à bicyclette, télévision, yani, ce sont des objets. À part le bien parfaitement divisible, ou c'est une petite quantité, yani, qui est à مي كتكون يعني تقريبا دائما يعني كتكون الاستهلاك ديالها. اوكي، دونك لو بيان نو بارفيتمون ديفيزيبل عنده ديفينيسيون ديال المعادله ديالو يو ام اكس ايغال دلتا يو على دلتا اكس. Bien parfaitement divisible, ou à la moyenne de l'IMX égale dérivée de l'U et la dérivée de l'X. On a un exemple de la tableau. On a quantité consommée. Quantité consommée, c'est l'unité 0, 1, 2 et 3. L'utilité totale U, c'est l'unité. وعندنا utilité marginale. حنا بغينا نوصلو l'utilité marginale. اوكي، اول حاجه باش كنشوفو ديك لا كونتيتي الاولانيه اللي ما كيكون فيها والو، يعني في الحساب راها يعني ما تلقاوش اشكال في الحساب ديالها. غادي نوريكم كيفاش كتحسب. عندنا الكونتيتي كونسومي و لوتيليتي توتال، ياك عندنا دو فاريابل. حنا بغينا نخرجو لوتيليتي مارجينال ديال كل كونتيتي كونسومي. كناخدو لوتيليتي توتال U moins la quantité consommée. Quand nous sommes la quantité consommée. Ok, l'utilité totale U, quand nous sommes la quantité consommée. Yani 0 moins 0, quand nous sommes 0. Deux la quantité consommée 1. Et nous l'utilité totale U, c'est nage. Yak. حنا غناخدو هذاك لوتيليتي توتال 12، داك لونيتي، ياك الواحدة هي 12، كنقصو منها لا كونتيتي كونسومي. ناقص واحد، 12 ناقص واحد، باردون، 12 ناقص زيرو. اوكي، داك يعني داك الخارج اللي كيخرج لينا ديال اوتيليتي مارجينال، البديل الاولاني هو اللي كنبداو نحسبو به. اوكي، دونك عندنا لوتيليتي توتال او موان لوتيليتي مارجينال او ام، ياك هي 12 ناقص 0 اللي خرج لينا داك النتيجه الاولى. 12 ناقص 0 كتعطينا 12. غندوزو لوتر كونتيتي اللي عندنا كونتيتي كونسومي 2 و اوتيليتي توتال 20. ياك حنا غادي نحسبو لوتيليتي مارجينال ديالهم. كناخدو لوتيليتي توتال U اللي هي 20 موان لوتيليتي مارجينال UM اللي خرج لينا الخارج الاولاني، النتيجه الاولانيه اللي حسبناها ديال الكونتيتي كونسومي 1
هي 20 موان 12 ايغال 8. هكا كيفاش كتحسب؟ اوكي دونك لا كونتيتي كونسومي 3 كتعطينا هنا utilité totale U 27. حنا غادي خصنا نخرجوا l'utilité marginale UM. اوكي دونك باش غنخرجوا l'utilité marginale UM خصنا ضروري ناخذوا utilité totale U moins utilité marginale UM. دونك l'utilité totale اللي عندنا 27 كنقصوا منها 20 كتعطينا 7. اوكي ان شاء الله غادي نكمل لكم تتمه ديال الكور ديال لي كورب دان ديفيرونس. ان شاء الله غنحاول نكمل لكم في الفيديو المقبل تتمه ديال الكور ونبدا لكم في لي زيكزارسيس ان شاء الله باش تفهموا مزيان هاد القاعده. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق. بارطاجيو مع اصحابكم باش كتعم الفائده. و اللي عنده شي تساؤل وشي تعليق يكتب ليا في لي كومونتير ان شاء الله. بارطاجيو مع اصحابكم وتابوناو في القناه وضغطوا على لايك، دعمونا بلي لايك باش ان شاء الله نزيد لكم في لي زوتر كور ان شاء الله. كنتمنى لكم ان شاء الله تنجحوا في هاد لي موديل وهاد لي كور باذن الله. ان شاء الله باقي دوتر كور وباقي ان شاء الله دوتر اكزرسيس ان شاء الله غادي تشوفوهم. تابوناو ان شاء الله في القناة وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.